زلنا في استراتيجية وقراءة في خطاب الشيخ نعيم قاسم من بيروت. الدكتور حارق سليمان الأكاديمي والكاتب السياسي يبقى معي. الدكتور سيد ونيم. دكتور حارث، من تابع خطاب الشيخ نعيم قاسم كأنه، أقول كأنه ولا أزم كلامه لك، حمل إشارة إلى إمكانية القبول بوقف إطلاق النار وفصل هذه المرة بدل من وحدة الساحات فك الساحات. مساء الخير لك وللواء غنيم. لم يكن هذا ظاهرا، ترك الأمر يعني غامضا بعض الشيء، وتكلم عن متابعة حرب المساندة لغزة، ثم قال أنه إذا كان هناك يعني وقف إطلاق النار فنحن نقبل بوقف إطلاق النار. لكن وقف إطلاق النار هذا يتضمن وقفا لإطلاق النار بلبنان وغزة كما كان مطروحا في السابق، أم أنه يقبل بوقف إطلاق نار منفرد فقط في لبنان؟ لم يوضح هذا الأمر، لكنه أوضح بأنه هو لا يقبل ب يعني سلسلة من الإجراءات المطروحة على الساحة، ومنها انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة والانسحاب إلى ما بعد الليطاني. هذه الأمور لم يعلن قبوله بها، هو يريد وقف إطلاق النار غامض على الجبهة اللبنانية، وقد يكون مربوطا بوقف إطلاق النار على الجبهة على جبهة غزة، إنما ترك الأمر غير واضح. طب ما معنى الإشارة والحديث إلى النبيه بري ويعني تقديم بعض التوصيفات ويعني كأنه هناك في قبول لتحركاته السياسية؟ طبعا نبيه بري هو وزير خارجية حزب الله، وهو يتولى التفاوض يعني باسم حزب الله بكل العلاقات وبكل الملفات التي جرت، خاصة وعندما يأتي الأمريكيون أو وزير الخارجية الإنجليزي أو وزير الخارجية الألماني أو وزير الخارجية الفرنسي. يعني لا يوجد أحد في العالم من الدول الأوروبية والغربية يتصل في حزب الله بشكل مباشر سوى الفرنسيين، سوى يعني الخارجية الفرنسية وجهاز المخابرات الفرنسي. ما خلا ذلك لا أحد يتصل بحزب الله، وبالتالي فإن نبيه بري هو يتولى يعني تمثيل حزب الله ونقل مطالبه وإدارة شؤون العلاقات الدولية مع الدول الغربية التي تصنف حزب الله بأنه يعني حزب إرهابي، يعني حتى مع الدول العربية السعودية وغير السعودية يعني الإمارات مثلا. دكتور سيد دكتور سيد، في حتى لو كان في هناك مبدأ خطة مقترح لوقف إطلاق النار، إسرائيل قد ترضى بأي حلول؟ أم أنه الآن إسرائيل بالنسبة إليها هناك خطر يهدد وجودها، حتى لو كان في نوع من الاستراحة سنة سنتين عشرة ستبقى إسرائيل تستشعر الخطر، ولا حل بالنسبة إلى إسرائيل إلا بالقضاء على حزب الله؟ كويس، ده يربطني بكلام دكتور حارس، يعني قال كلمة مهمة جدا أن نعيم قاسم لم يذكر 17-01 ولم يذكر الارتداد، يعني أن من وجهة نظر حزب الله ورئيسهم الحالي يعني القائم بالأعمال أنه لا خروج عن وضعنا الرئيسي داخل الجنوب اللبناني لا نتزل عنه، هكذا تفهم إسرائيل. هذا نقطة مهمة للغاية. إذن وهو ما ينطبق مع نتنياهو في قراره في هدفه الرئيسي، وهو القضاء على حزب الله ومن وجهة نظره تطهير الجنوب اللبناني تماما الذي يمثل تهديد للمستوطنين أو لبلاده. يعني إذن يجمع هنا الأمرين، أن هدفي سواء يعني أنا هتخيل حاجة غير ذلك. نتخيل نعيم قاسم تحدث عن الآتي، أنني أقبل ب17-01 وسيتم التراجع والخروج دون نزع السلاح. هل ستتوقف إسرائيل؟ لا،
لا، لأن الهدف الرئيسي القضاء على حزب الله، تكسير بنيته العسكرية تماما، ونزع السلاح بالقوة إن لم ينزعها. يعني نزع السلاح بدون القوة كيف؟ أن الأمم المتحدة تتدخل، ما نسميه DDR، يمكن قلت لحضرتك عليه، اللي هو Disarmament Demobilization Reintegration، ينزعوا السلاح، يفقوا القوة، يندمجوا مع الشعب. هذا لن يعلن، وإسرائيل تعلم ذلك. إذن فهو القوة حتى لو كان أعلم بجزء من 17-01، وهو الارتداد. دكتور حارث، هيك من تابع الخطاب، في يعني لدى بعض الشارع اللبناني، مديش أعمم، أنه كأنه قالوا أنه من بعد هذه الضربات اللي تلقاها حزب الله كأنه سيضعف بالنسبة إلى الداخل اللبناني. لكن على ما يبدو شيخ نعيم قاسم أراد رسالة من شقين، إلى جمهوره يطمئنهم، ورسالة أخرى لمن هم في الفريق الآخر، بأنه هذا الحزب ما زال له يد طولة في موضوع الحراك السياسي الداخلي، في موضوع رئاسة الدولة، في موضوع كل هذه المحاصصات السياسية. ما رأيك؟ أولا، من ناحية أن حزب الله قد تلقى ضربات قاسية وموجعة وزعزعت بنيته القيادية وكتلته التأسيسية التاريخية، فهذا أمر يعني بين ولا مجال للمكابرة به، حتى لو أراد نعيم قاسم يعني نكران ذلك، فهو ينكر الواقع. يعني هناك واقع لابد من الاعتراف فيه. لكن الاستنتاج المتسرع بأن هذه الضربات التي ألمت بحزب الله، التي نزلت بحزب الله وبقياداته وبمخازنه يعني أسلحته، إذا جاز التعبير، بالمخازن والتجهيزات والمعدات اللوجستية إلى آخره، أنها قد شلت الحزب بطريقة أنه أصبح غير قادرا على يعني المواجهة وغير قادر على القتال، هذا استنتاج متسرع ولا يعكس الحقيقة. أيوة. لماذا؟ لأمرين أساسيين. الأمر الأول أن الحرس الثوري الإيراني قد عوض حزب الله بالفراغات التي حدثت في قيادته وفي تشكيلاته، وأرسل ضباط من أجل يعني ملء الفراغات حيث يجب ملء الفراغ. المسألة الثانية أن حزب الله تشكيل كبير وليس تنظيما صغيرا يعد مثلا يعد حوالي 2000 أو 3000 شخص. حزب الله مكون على الأقل، على الأقل في أقل تقدير، من حوالي 30 ل 35000 شخص تحت السلاح وبالأمرة. وبالتالي مسألة أنه ضرب البيجرات وضرب القيادات، يعني مجموع ما خسر حزب الله حتى الآن لا يتعدى حوالي 600-700 شخص من مختلف الرتب، من مختلف الأسلحة، من مختلف المسؤوليات. وهذا أمر يعني هو خسارة كبيرة للحزب، خاصة بمسألة القيادات، مسألة الأمين العام، بمسألة نائب الأمين العام يعني السيد هاشم صفي الدين، بقوة الرضوان، بقيادات الأسلحة الأساسية، ضرب يعني وحدات عزيز وبدر، قيادات عزيز وبدر والرضوان إلى آخره، وضرب مركز الاستخبارات وضرب مركز الأمن. هذه خسائر فادحة، لكن هذه الخسائر يمكن أن يعوضها حزب الله ويمكن أن يستمر في القتال. أيوه. هل هذا الاستمرار في القتال يعني يجعل من حزب الله قادراً على هزيمة إسرائيل؟ لا أعتقد ذلك، لكنه يستطيع أن يشغلها لإسرائيل، يستطيع أن يجعل دخول البر الإسرائيلي إلى جنوب لبنان ذات تكلفة معقولة. أيوة. طب دكتور سيد، عطفا على هذه النقطة اللي أثارها دكتور حارث، أنه فعلا الآن قد ربما يضعف من ناحية القدرة الهجومية، لكن ما زال قوي من حيث القدرة الدفاعية. نسبيا، نسبيا. القوة والقدرة اللي بيحصل ايه بعد اذن حضرتك؟ هجوم، تعثر، معناها حصل خسائر في الجانب المهاجم، ده انا بتكلم بقى على حتى لو كان قوه بريه دخلت، ثم توقف، ثم ارتداد. هل تتصور الوضع سيكون كذلك؟ نهينا على الانسحاب بعد انتهاء المهمه او المفاوضات السياسيه. لما بنتكلم عسكريا الامر مختلف، مع الوضع في الاعتبار، استخدام البعد الاستخباراتي غلب البعد النيراني. يعني البعد النيراني كان بيعاون البعد الاستخباراتي. أول تقريبا أول مرة نراها في حرب حتى غير تقليدية زي تلك النوعية من الحروب، هذا البعد الاستخباراتي
البعد هو الذي يتحكم في البعد النيروني أو حتى في البعد السبراني زي البيجور زي ما قلنا، أو حتى الاختيالات التي تتم بتركيز. لا أعتقد أن القدرة العسكرية الطبيعية ستكون قادرة على زي ما قلت التعثر أو الإيقاف أو الارتداد. دكتور حارث معي دقيقة ونصف، هنا تذكرت قول دانيال هاجاري الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي لما قال من يتوقع بأن هناك قدرة على القضاء على حماس، هذه يعني فكرة واهمة لأنه فكرة بالتالي والفكرة لا تقتل. نفس الشيء قد ينطبق على حزب الله، بمعنى أنه إسرائيل لا تريد القضاء على حزب الله كحزب سياسي لبناني، تريد القضاء على حزب الله العسكري الذي يهدد وجود إسرائيل. ليس صحيحا أن حزب الله يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. أقصى ما يمكن أن يفعله حزب الله هو أن يكون تهديدا أمنيا، وسمى تفارق بين التهديد الأمني والتهديد الوجودي. إسرائيل ما تريده هو منع إيران من استعمال حزب الله كمتراس استراتيجي تستطيع إيران فتح اشتباك من خلاله مع إسرائيل ساعة تريد مفاوضة الغرب أو ساعة تريد أن تحدث أزمة في المنطقة من أجل نفوذها الإقليمي أو من أجل مخاطبتها الغرب والتفاوض معه. هذا ما يريده إسرائيل. أما مسألة حماية السكان في شمال إسرائيل فهي كذبة، يعني كذبة يعني ملونة. لماذا؟ لأنه لو افترضنا أنه قبلنا مع نتنياهو، قبل حزب الله مع نتنياهو وانتشر حزب الله شمالي خط الليطاني، ألا يستطيع حزب الله بواسطة صواريخ فادي واحد وفادي اثنين والصواريخ البلستية التي يملكها والتي مداها 100 كيلومتر و120 كيلومتر و200 كيلومتر أن يهدد المستوطنات؟ يستطيع. فإذا مسألة أنه إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية الفلسطينية من أجل ضمان أمن السكان مسألة كذبة ومفتعلة ولا قيمة لها عمليا. بعد وجود هذه الصواريخ التي يصل مداها في بعض الأحيان إلى مئات الكيلومترات وتستطيع ليس فقط أن تطال المستوطنات الشمالية في إسرائيل بل تستطيع أن تطال عمق الكيان، يعني حتى إيلات والمسيرات التي يمتلكها حزب الله على فكرة لديها فعالية يعني لا بأس بها. وبالتالي لا، نتنياهو يكذب، ليس هناك المعركة نتنياهو مثل ما قال اللواء تمام. نتنياهو يريد تحطيم القدرة العسكرية والتنظيمية والبنيوية لحزب الله، ويريد أن ينتزع من إيران هذا الزراع الذي يستطيع أن يكون متراسا في يدها يشتبك معها ساعة تريد إيران. شكرا لك من بيروت الدكتور حارث سليمان الأكاديمي والكاتب السياسي، وشكرا للواء الدكتور سيد غنيم. شكرا لكما.